محتاجين 200 جرام من جوز الهند الخشن، بس مش خشن قوي، يعني انا اقصد مش ناعم اللي هو دقيق، لا جوز هند بس مش خشن قوي، العادي الطبيعي هوريه لكم دلوقتي اللي احنا شغالين بيه ده. محتاجين كمان 3 بيضات، 100 جرام من السكر، 2 معلقه كبيره من العسل الجلوكوز، معلقه صغيره فانيليا ورشه ملح. عسل الجلوكوز ايه بديله؟ العسل الابيض. ممكن نحط عسل ابيض. طيب هنبتدي بايه؟ هنبتدي كده نجيب المضرب بتاعنا ايا كان كهرباء او المضرب اليدوي مفيش مشكله. هناخد السكر والبيض والفانيليا، وزي ما انتم شايفين مفيش سمنه، السمنه مش هنحطها دلوقتي، يعني هقول لكم امتى، ومش سمنه برضو، يعني مفيش الماده الدهنيه هنا، تمام؟ ونضرب كويس. انا بضرب في اتجاه واحد علشان عايزه يبقى فيه هواء، فبضرب في اتجاه واحد، سواء شغاله بايديكي يبقى يا تشتغلي الاتجاه ده او الاتجاه ده. انا شغاله بالمضرب الكهرباء وبرده في اتجاه واحد. هنحط دلوقتي بعد ضربتين ثلاثه كده عسل الجلوكوز او العسل الابيض. احنا التكييف عندنا بيبقى عالي شوية فعشان كده بيكون. طب ممكن ايه البديل تاني؟ عارفين الشربات التقيل اللي بنعمله للحلويات الشرقية؟ ممكن نعمل كده بس يبقى تقيل، يبقى يا عسل ابيض يا عسل جلوكوز يا الشربات الحلويات الشرقية بس يبقى تقيل. ضربنا كويس قوي. الخطوة اللي بعدها هي ايه؟ خطوة ان احنا نضيف جوز الهند. نجيب بقى حاجة كده ننزل بيها جوز الهند، سباتولا، وزي ما انتم شايفين مفيش دقيق، مفيش دقيق عادي، مفيش دقيق سميد. هنحط جوز الهند لحد ما العجينة تلم. جوز الهند هيبتدي يتشرب دلوقتي، في هواء كده جوه العجينه وده لطيف جدا. اذا حابين ان انتوا تعملوا الخلطه الاولانيه دي في الخلاط، بس نقفل الخلاط ونفتحه ونقفل الخلاط ونفتحه لحد ما كل المكونات يدخل لها هواء، وشيلي كده القطعه اللي في الخلاط من فوق عشان الهواء ينزل اكتر. هزود شويه من جوز الهند. القوام ما بيبقاش تقيل وما بيبقاش خفيف، يعني انا شايفه ان القوام ده ممتاز كده، تمام. انا زودت بس معلقه.
وبعدين اجيب بقى كيس الحلواني بتاعي والم فيه العجينه بالشكل ده. مفرولة؟ اه طبعا مفرولة هي كده. وبأوسع بلبلة، عارفين البلبلة دي؟ بأوسع واحدة على قد ما نقدر كده، ونضغط لحد ما نعمل الشكل. تعالوا نعمل كده. هي تقيلة سنة بس هتنزل معانا. لا هي مش بتنزل ليه؟ مش عايزاها تنزل كل ال لا انا كده محتاجة اغير كيس الحلواني غالبا كده، هتبوظ لي العجينه بتاعتي. وممكن نكورها، احنا ممكن نستغنى عن كيس الحلواني اصلا. تعالوا نكورها. ناخد بقى ايه؟ اشمعنى؟ خلاص بقى. يلا. الشكل مش بيفرق قوي صح؟ يلا مفيش بيكنج باودر، مفيش غير البيض هو اللي هيخليها تنفش كده. وطبعا ما تنسوش الكريز اللي بيديها شكل لذيذ. نعمل كده ونلم من الجناب كده. شكلناها بايدينا كده احسن واسهل، لان هي ايه عملت معايا حركه كده. بس لما تفرول نلمها. تعالوا بقى ايه ننضف الصوص. دخلتها الفرن ما عملتش اي حاجه، سبتها زي ما هي وقمت مدخلها الفرن على طول. فرن سخن طبعا، هتقعد حوالي قد ايه؟ من 15 يعني ل 20 دقيقه بس، يعني هي ربع ساعه كفايه. وبصوا عليها بعد 10 دقائق كمان وما بنولعش الشوايه، هي بتاخد لون لوحدها. بس بنجهز لها حاجه علشان لما تطلع تبقى، يعني احنا ما حطيناش بقى ماده دهنيه، احنا مش عاملينها دايت، بس هي ما فيهاش ولا سمنه ولا فيها دقيق ولا دقيق سميد. فهنعمل ايه؟ هنعمل لها تاتش بس كده يديها طعم لطيف. هحط تقريبا نص معلقه كبيره من الزبده، اوكي مش هحط اكتر من كده. كده وهحط معاهم معلقتين سكر، سكر وزبده، وهحط معاهم برضو تقريبا يعني اقل من ربع كوبايه ميه كده.
وهسيبهم يغلوا دقيقة بعد الغلية، يعني أول ما يغلي دقيقة واحدة، وبعد كده هقفل عليه خالص ويبقى عندي سيرب هو اللي هسقي بيه الشكلمة، أو أول لما تطلع كده هبتدي إيه أديها شوية من السيرب ده. ده يخلي طعم الزبدة فيها باين وحلو، وفي نفس الوقت تاتش كده مسكر وطراوة، فلا لذيذة قوي. ممكن يبقى محتاج ان هو يتقلب الناحية التانية صاج، او يبقى خلاص كده. انا حاسة انه محتاج يتقلب الناحية التانية، خبطتها. طلعت الشكلمة من الفرن، نحط بقى السيرب كده، حبة صغيرين قوي زي ما انتوا شايفين، مش كتير خالص. وبعدين اول ما تطلع من الفرن اقوم ساقياها كده بحبة من دول، كل واحدة تاخد لها قد ايه، تاخد لها معلقة مثلا. ده يديها لمعة وطعم لذيذ، وريحة الزبدة تبقى جميلة. نعمل كده ونرص. يعني بحاول افتح بالراحة على قد ما اقدر علشان ما تتكسرش مني. هفتح لكم من اللي بردت كمان. هنحطهم كده، احنا عاملين واحد تاني من غير عشان نلحق وقت الحلقة. يلا بينا. بصوا اللي بردت بقى، تعالوا نشوفها اهي معانا. هي طريه مش ناشفه خالص، اول ما بتهدى كده اهي، ده بيبقى شكلها، وهي بتبقى عامله كده، وطعمها بيبقى حلو قوي قوي قوي.